بعجاله كتكمل الشيء اللي قلت في الاول. اولا فيما يخص الاسواق، اسواق الجمله، بلادنا عرفت اسواق الجمله منذ الاستقلال الان، طريقه منظومه القانونيه ديالو، طريقه التسير ديالو اللي كنعرفوها كاملين، واللي كنظن اليوم كاملين بينا متفقين بانه وصل المدى ديالها، وصلوا الدو الضوء اللي منوط بهم، خصنا ندوزوا لمرحله ثانيه في هذه الاسواق، مرحله اللي كتقطع طريقه كامله مع المرحله الاولى في المنظومه ديال القانونيه، في طريقه التسير، في طريقه البيع، يعني المنظومه كامله خصها تبدل. اليوم واش باقي محتاجين حنا الوكلاء في اسواق الجمله؟ يعني كنظن بان فوتنا هذه المرحله. الهدف اليوم اننا في بلادنا في 12 جهه، كل جهه توفر على سوق اللي هو سوق يعني سوق الجمله اللي فيه جميع المواد، واللي مسير بطريقه عصريه، واللي ما فيهش تداخلات وما فيهش مضاربات وبطريقه شفافه، لان هكا يمكن لنا اننا نهبطوا الاثمنه ونحميوا المستهلك ونحميوا المنتج ونحميوا المنظومه ككل. اليوم وصلنا بان هذا النوع ديال الاسواق هما اللي خصو يكونوا في بلادنا. بدينا بالسوق الاول اللي كاين هو كيتبنى اليوم بالنسبه للجهات الرباط سلق قنيطره، راه كيتبنى في الاطوار النهائيه ديالو ان شاء الله، كنتمنوا انه يدخل حيز يعني يتم الافتتاح ديالو قبل ما تم هذه السنه، ولا على اكبر على ابعد تقدير بدايه السنه المقبله، ولا يعطينا واحد النموذج مهم لكيفاش غيكون الاسواق ان شاء الله في القريب العاجل في جميع المناطق ديال المغرب. هذه مساله يعني احنا غاديين فيها ان شاء الله، غاديين فيها باش في القريب العاجل هذه الاسواق، اسواق الجمله تكون متوفره في كل جهه. المحور الثاني اللي هما الاسواق الاسبوعيه، احنا ولا البلديه وكنعرفوا اش كيمثل السوق بالنسبه للجامعات القرويه ولا بالنسبه للباديه. السوق يعني مهرجان اسبوعي اللي يعني ماشي فقط من اجل التسوق ولا سميتو، يعني هو يعني محور القبيله ولا محور الجماعه. هاد الاسواق حتى هما منذ الاستقلال اليوم ادوا المهمه ديالهم، وصلت لمرحله اليوم لاعاده النظر في طريقه التدبير ديالهم، في المنظومه القانونيه ديالهم، في طريقه يعني ماشي ما كنفكروش من الناحيه الجبائيه، يعني المداخيل لهاد الاسواق بالنسبه للجماعات. هذا بالنسبه لنا، واخا راه كاين بالنسبه لنا الثانوي، المهم بالنسبه لنا هو انه السوق الاسبوعي داخل الجماعه خصو يلعب الدور المنوط به، يكون قطب الراحه ديال الحركه الاقتصاديه داخل الجماعه الترابيه، وهو اللي كيعطي الدفع لهاد الجماعه الترابيه باش تقوم بالدور ديالها. لهذا راه بدينا بعض المناطق، حنا غاديين باش يتم التأهيل جميع الاسواق الاسبوعيه. حين نقول جميع الاسواق يعني جميع الاسواق في جميع الجامعات القرويه اللي كتوفر لها الاسواق. بطبيعه الحال نكونوا متفاهمين، ماشي جميع الجامعات هما خصو يكون عندها اسواق. احنا كنعرفوا كاملين بان كاين جامعات اللي عندها اسواق، كاين جامعات اللي ما عندهاش خلق اسواق. من اجل خلق الاسواق عمره ما كان هدف حد ذاته، لان حين كنخلقوا اسواق اللي ما عندهاش واحد البعد ثقافي ولا، راه ما كتنجحش. حنا عارفين شحال الاسواق درناهم وتشدوا، لكن الاسواق اللي هما معروفين وهما كيمثلوا واحد النوع ديال يعني قطب استقطاب، هادو اللي خصنا نعاونوهم ويكونوا في المستوى اللي بغينا ان شاء الله. وشكرا.